كان التقويم الصيني القديم مليئاً بالاحتفالات لآلاف السنين، دورة سنوية من الاحتفال. كانت علامات موسمية لمجتمع زراعي، تعتبر هذه المهرجانات جوهرية للشعب الصيني اليوم. فعبر تكريم الأجداد والحنين إلى الماضي والاحتفال بالأسرة، هيا تحافظ هذه المهرجانات على الثقافة الصينية وتساهم في نقل القيم التقليدية إلى الجيل القادم داخل الصين وخارجها. يبشر الربيع ببداية الدورة الزراعية في المجتمعات الزراعية، وقت للتجدد ووقت للعب. انظري ماذا سأصنع بها. وقت للاحتفال بولادة جديدة وحياة جديدة. لكن بالنسبة إلى الصينيين فهو يدل أيضاً على بداية موسم تذكر الأجداد وتكريمهم. وليس هناك مكان يتجلى فيه عمق الحضارة الصينية بشكل أوضح من مقاطعة جانسو. تقع على الروافد العليا لنهر واي، وهو أكبر روافد النهر الأصفر. تشتهر تيانشوي بكهوف ماجيشهان البوذية المذهلة، لكنها أيضاً مسقط رأس الجد الأسطوري لكامل الشعب الصيني فوسي. وفقاً للأسطورة يعتقد أن فوسي هو مبتكر الرموز الثمانية، وهي مجموعة من الرموز الصينية القديمة التي تمثل العلاقة بين الإنسان والطبيعة. توجه فلسفة فوسي حياة الناس من الصيد إلى تربية الحيوانات وحتى قواعد الزواج. يحظى فوسي بالاحترام باعتباره أباً للحضارة الصينية. لآلاف السنين أحيا أتباع فوسي ذكرى أجدادهم الأبطال خلال فصل الربيع، وتعد الخدمة التذكارية التي تستمر لخمسة أيام في معبد فوسي أحد أكبر أحداث العام في تيانشوي. خدمة فوسي التذكارية مهمة ومحترمة بالنسبة إلينا نحن شعب تيناشوي، لأن فوسي ولد في تيناشوي. تقول الأسطورة إنه ولد في اليوم 17 من الشهر الأول في السنة القمرية. في هذا العام تم اختيار مرشدة دار العبادة سونغ جين وين البالغة من العمر 24 عاماً لأداء الدور الرمزي بوصفها وريثة فوسي الثقافية. أولاً ادخلوا بانتظام. لتصبح وريث فوسي الثقافية تؤخذ بعين الاعتبار صورتك والطريقة التي تتعامل بها مع نفسك وخلفيتك التعليمية. إنها منافسة شرسة حقاً للحصول على دور الوريث الثقافي لفوسي. كان علي خوض عدة جولات اختبارية قبل الحصول على هذا الدور لكي أستحق الفوز به. لا يزال عليها أن تثبت أنها أهل لهذا المنصب. أخبريني، أين يجب عليك أن تقفي؟ سأقف على يمينه. لا، هذا غير صحيح. جرب ثانية. يجب أن تمشي من خلفي للوصول إلى الجانب الآخر على يميني. هذا سلوك سيء لا تفعليه مجدداً. بالتأكيد. والآن أين يجب عليك أن تقفي؟
وظيفة سونغ العادية بوصفها مرشدة لا تزال في فترتها الاختبارية، لذلك فإنها تعيش ضغطاً إضافياً لأداء دورها في المراسم بشكل صحيح. إن تدريبنا للوريث يتضمن الخضوع لاختبار مدته 3 أشهر، وستحدد نتائج الاختبار ما إذا نجحت في الحصول على هذا المنصب. أمضيت كثيراً من الوقت والجهد في الاستعداد لأحصل على دور وريثة فوسي الثقافية، ولقد كنت أتدرب في كل صباح عدة مرات في المنزل أمام المرآة. لقد عدت يا أبي. أهلاً. سونغ متحمسة لنقل الأخبار إلى عائلتها. لقد تم اختياري لأكون وريثة فوسي الثقافية في دار فوسي للعبادة. هذا رائع جداً. ما الذي عليك فعله إذن في مراسم التقديم؟ مهمتي الرئيسية هي القيام بتقديم المواد، حيث سأقوم ب... قد يكون دور سونغ بسيطاً، لكن عائلتها سعيدة لأنها ستكون جزءاً من هذا الاحتفال الذي يطلبون فيه من فوسي الصحة والعافية لأتباعه. هذا عمل جدي، لذلك لا تستهيني به أبداً، فهو هام. إنه أمر جيد. أحسنتي. سنكون هناك. هذا رائع. بكل تأكيد. شكراً على دعمكم، سأبلي حسناً. شاهدوا أدائي فحسب. حظاً جيداً.